شيخ المحرم مواليد 1833، هو ابن الشيخ الحداد قاضي من القادة الكبار لثورة سنة 1871. لم يرد بالتواجد الاستعماري، وهذا منذ المهلة الأولى. ذو طابع تقشفي وصارم، تبدو عليه سمات الاندفاع والشغف بالدين. كان صديقا حميما لفوبغلا وقائدا الثورة القبائلية من سنة 1851 إلى سنة 1857. في محكمة قسنطينية اتهم كونه وهو وابنه مبارك وعلي حرضوا على الثورة وخربوا أملاك الموالين لفرنسا ومصانع ومزارع المستوطنين في وادي الصومعة، ومشاركته الفعالة في حصار بجاية في 17 مايو 1871. نفي الشيخ المحمد إلى مدينة ميديا بكاليدونيا سنة 1874، فبقي بها وكان ضمن الذين وقعوا على الرسالة وجهت إلى رئيس فرنسا يطالبون فيها الحق في العفو بتاريخ 28 جوان 1888. ويوجد من عائلة بالحداد من يقول أنه التحق هو أيضا بجدة في السعودية، عاش ودفن هناك.